السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيد وأهلا بكم معايا في حلقة جديدة. لو بتدور على مشاهدات لقناتك على اليوتيوب أو بتدور على أرباح أو حتى بتدور على مشتركين، يبقى لازم تعمل حساب على إعلانات جوجل. الفيديو ده طلب مني من ناس كتير عاوزة تعمل حساب جديد على إعلانات جوجل وتربطه بالقناة بتاعتها على اليوتيوب. يلا بينا نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة، بس يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة. هبدأ ان انا اعمل حساب جديد، نفس الكلام بدوس على اعلانات جوجل اهو، وبختار اول واحدة اللي هي اعلانات جوجل. هبدأ ان انا اعمل حساب جديد في اعلانات جوجل، باجي هنا عند البدء الان بضغط عليها، بعد كده بنزل تحت كده بختار هنا التبديل الى الوضع المختص، بعد كده بنزل تحت هنا بختار انشاء حساب بدون حملة، بضغط عليها، بعد كده بختار البلد وبختار التوقيت بتاع المنطقة بتاعتي، وباجي هنا عند العملة، وخلي بالنا العملة هنا بختارها العملة اللي انا هبدأ ان انا اعمل بيها الاعلان الممول، فياريت ما نغلطش ونركز في النقطة دي. انت عاوز تعمل الاعلان ممول سواء كان بالجنيه المصري او اي عملة انت تحبها زي ما احنا شايفين كده، انا عن نفسي من مصر فاختار العملة بتاعت بلدي اللي هي الجنيه المصري، بعد كده هضغط هنا على نعم ان انت تريد تلقي نصائح متعلقة بالاداء والعروض الترويجية، بعد كده هضغط هنا على ارسال، بعد كده بضغط هنا على استكشف حسابك. وبكده انت خلاص عملت حساب على اعلانات جوجل، مش ناقص غير حاجة واحدة بس، وهي انك تربط الحساب ده بقناتك على اليوتيوب. وعشان تربط حساب اعلانات جوجل بقناتك على اليوتيوب، هتروح على القناة بتاعتك، بعد كده هتختار منها استوديو يوتيوب زي ما احنا شايفين كده، يعني لو انت واقف على القناة مثلا بتاعتك هتيجي هنا على الصورة المصغرة بتاعت القناة، وهتختار منها استوديو يوتيوب زي ما هنشوف مع بعض كده او زي ما بنعمل مع بعض كده. بعد كده بعد ما بتختار استوديو يوتيوب بتيجي هنا على اليمين، بتنزل على الاعدادات او بتختار الاعدادات، بعد كده بتروح هنا على القناة، بعد كده بتروح على الاعدادات المتقدمة، وبتنزل تحت كده بتلاقي حاجة اسمها ربط حساب اعلانات جوجل، هتيجي هنا عند ربط الحساب تضغط عليها، بيقول لك هنا مطلوب اسم الرابط تمام، وهنا مطلوب الرقم التعريفي. اسم الرابط هنا ممكن تحطه اسم القناة بتاعتك، او ممكن تحط ايه رابط القناة بتاعتك، وليكن مثلا انا هحط رابط القناة اهو، ادي رابط القناة بتاعتي، هاجي احطه هنا في المكان ده زي ما احنا شايفين، والرقم التعريفي للعميل بروح على اعلانات جوجل او اعلان الحساب اللي انا عملته او انشأته في اعلانات جوجل، بعد كده باجي هنا عند مساعدة بضغط عليها، بلاقي تحت هنا حاجة اسمها الرقم التعريفي للعميل، وهو ده اللي احنا هناخده كده كوبي، كليك يمين وكوبي، بعد ما نحدد عليه هنروح نعمل له لاصق هنا زي ما احنا شايفين كده، ولغاية لما نلاقي علامة صح كده ومكتوب جنبها مقبول، بعد كده هتضغط تم زي ما احنا شايفين، بدأ ان هو يربط لك الحساب اللي انت عملته في اعلانات جوجل بقناتك على اليوتيوب. كل ما عليك انك هتضغط بس على حفظ عشان خاطر تحفظ الكلام ده. لو رحنا كمان مرة على الاعدادات واخترنا القناة، بعد كده رحنا على الاعدادات المتقدمة ونزلنا تحت كده، هنلاقي الحساب بتاعنا اللي احنا انشأناه في اعلانات جوجل بالرقم التعريفي بتاعه، والحالة مكتوب فيها في انتظار الموافقة، بننتظر من 10 دقايق لساعة، وبيقول لك ان هو تم الموافقة، وبيبعت لك رسالة على الايميل بتاعك بيقول لك ان هو تم الموافقة على الحساب بتاعك وربطه بالقناة بتاعتك. بتبدأ ان انت تعمل اعلان ممول في القناة بتاعتك، وهتلاقي العملة بتاعتك زي ما احنا عملناها بالجنيه المصري وبدون اي مشكلة من الحساب اللي احنا قفلناه
دخلناه وعملنا حساب جديد وربطناه بالقناة زي ما احنا شايفين، ومفيش أي مشكلة واجهتنا واحنا بنعمل الحساب. بتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. كان معاكم محمد سيد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.